السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أراد أن يتخذ قرار ويمرر في مجلس النواب لرفع سعر صرف الدولار من 1200 دينار إلى 1445. مرر هذا القرار وتبادل النواب الذين قدموه وصوتوا لصالحه القبلات والتحايا الحارة بمناسبة فوزهم على الشعب. طبعا لم يتحمل تبعات هذا القرار غير متوسطي الدخل ومنخفضي الدخل الفقراء. كلنا كنا شهودا على هذه الممارسة التي مررت بمجلس النواب. ليش؟ لأن هذا الموضوع رفع سعر صرف الدولار أدى إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية بطريقة مخيفة، دفع ثمنها المواطن الفقير، المواطن العراقي الفقير. أمريكا طبعا كانت قد مارست ضغوطها وممارساتها الخبيثة من أجل تحقيق هذا المطلب. أيها الأحبة، هذا موضوع حلقتنا التي جاءتكم تأتيكم بعنوان الدينار أيها الكائن المسكين المستهدف. معكم علاء فاضل، ومعي في الإعداد الأستاذ الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا تعالوا نقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول جاء بعنوان عن تهريب العملة، الكاتب علي الشمري. عن تهريب العملة للكاتب علي الشمري. كثير من المعاملات التجارية بين العراق وإيران، العراق وسوريا، العراق ولبنان، العراق والصين، يصنفها البنك المركزي العراقي بأنها تهريب للعملة ببساطة، لأن أمريكا تحرم أي تعامل مع الدول التي وضعتها تحت العقوبات مثل إيران، سوريا، لبنان إلى آخره. ومن جملة هذه العقوبات هو منع إيصال الدولار لهذه الدول. وبما أن الدولار يعتبر العملة المحلية لأمريكا، وبما أن أمريكا تعتبر نفسها ولي أمر العالم، فهي تعتبر أي تعامل شرعي تجاري مع الدول المعاقبة هو تهريب للعملة. لكن ولكي تسيطر أمريكا على عملية التبادل التجاري بين العراق وإيران، فرضت تطبيق المنصة على العراق، والتي تراقب كل عملية لخروج أو دخول الدولار من البلد. فإذا كان التاجر يرغب باستيراد بضاعة من إيران، يتم حجز أمواله بالكامل تحت عنوان تهريب العملة. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الكاتب والمحلل السياسي وعضو مركز اتحاد الخبراء السياسيين الاستراتيجي. مرحبا بك الدكتور مهند العماري، الباحث والاختصاصي في مجال الاقتصاد والبرمجة. مرحبا بكما ضيفين كريمين. استاذ مهند، امريكا يعني بدات تظهر ما لديها من العاب، ولعلها تخوض اليوم حربا اقتصاديه الغايه منها تحطيم الدينار العراقي. شنو الهدف؟ طبعا تحيه طيبه لك دكتور مهند. مرحبا. تحيه لكم. الدولار هو سلاح امريكي استخدمه في كل دول العالم، حتى مع الصين، حتى مع اقرب ما عندها يعني، فهي داخله ضمن اولويات يعني كسلاح. بالنسبه للعراق وايران، الدول اللي تقيم عليها عقوبات، المستهدف هو الاقتصاد الايراني، مستهدف مثلا حتى في علاقتها مع تركيا، مع علم جزء من الناتو. عندما أرادت أن تعاقب تركيا لوحت بالدولار، ترامب بتصريح واحد الليرة التركية هبطت نزلت. فهي تستخدمها حتى ويا حلفائها يعني. أصدقائها بس يعني، فصوت للعقوبة. لذلك هي تتخوف من أنه النموذج الصيني والروسي، عندما يعني يكون هناك صعود مو على المستوى العسكري والسياسي فقط، لا حتى على المستوى الاقتصادي. نعم. لذلك الأمريكان نفسهم يعني حذروا بأنه السياسة الأمريكية راح تنهي هذا السلاح الاستراتيجي اللي هو الدولار. يعني العالم قامت تفكر بأن ما تتعامل به، عندما تغادر الدولار راح تنتهي، تقضي على جزء من الهيمنة الأمريكية.
هو هذا السلاح اللي إذا تستخدم أمريكا ذو حدين بها مضار على الولايات المتحدة وبها مضار على هيمنتها على المنطقة. يعني الهند يعتبر حليف الولايات المتحدة، تفكر أنه تغادر الدولار. الصين التبادل التجاري بين الصين وأمريكا نص تريليون دولار، يعني 500 مليار، أقوى تبادل بالكرة الحضرية كلها سنويا، يعني يعادل كل الدول الإسلامية اللي تتعامل معها الصين أيضا تفكر أن تغادر الدولار. فهاي السياسة الأمريكية، يعني المستوى السياسي احتمال يقضي على المستوى الاقتصادي الذي كان مهيمن على العالم منذ الحرب العالمية الثانية ولليوم اللي هو الدولار. دكتور مهند، أمريكا تريد تهيمن على الاقتصاد العراقي، وهذا يعني المحلل أو المواطن العادي ينظر إلى هذا الموضوع، إذا كان الأمر كذلك فيفترض أن أمريكا تدعم الاقتصاد العراقي لأنها بالنهاية تريد أن تستفيد من الاقتصاد العراقي. اللي إذا نشوفه عكس هذا تماما، أمريكا تعمد إلى تهشيم الدولار، سحق الدولار والتلاعب به كل يوم في حال. تحياتي لكم ولقناتكم المباركة وإلى الزميل العزيز وإلى أهلي في العراق من زاخو إلى الفاو. مرحبا بك. قضية الدولار قضية عالمية مثل ما تفضل زميلي، لكن أختلف وياه في جزئية. أنا اليوم أتكلم هنا في علمية دقيقة 100%، باعتبارك متخصص. لا أتحكم بالعواطف ولا أجامل سين ولا صاد. الدولار الأمريكي هو العملة القوية المسيطرة والتي كل ما تعرضت إلى أزمة خرجت أقوى منذ الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا. نقطة رأس سطر. ليش؟ الدولار الأمريكي مو بس عملة، الدولار الأمريكي محطة للاستثمار. هذه واحدة من أسباب قوة الدولار الأمريكي، هي سندات الخزانة للاستثمار الأمريكي طبعا، للاستثمار العالمي وليس الأمريكي. ومن شفنا بدأت المشكلة مع روسيا وتجميد الأصول الروسية والذهب الروسي، بدأت والمشكلة في آسيا، بدأت التدفقات تخرج من السوق الآسيوية والأسواق الأوروبية باتجاه الأسواق الأمريكية بكون الدولار هو أكثر رصانة. المنظومة العالمية، شوفوا خلينا نكون واقعيين، على مود من نكون واقعيين نستطيع أن نتلافى مشاكلنا، وسأعطيكم حلولها. الدولار الأمريكي يتمتع بقوة وبمرونة كبيرة جدا. ليش؟ منظومة العالم، المنظومة العالمية الاقتصادية مبنية على الدولار، فعملية التحايل أو عملية تغييرها أو تحتاج إلى زمن وتحتاج إلى قوة كبيرة وتحتاج إلى مؤثرات كثيرة. السوق العالمية بأكملها مرتبطة بالأسواق الأمريكية، وكل التدفقات وأغلب التدفقات تذهب من أمريكا وتخرج إلى العالم. إذن خلي نثبت نقطة وننطلق من أتها، أنه اليوم نسمع هنالك روسيا وهنالك الصين وقوة ناشئة وقوة اقتصادية قوية وتتحكم، لكن حتى هذه هي القوة هي لا تستطيع الخروج من مظلة الدولار. نعم، لأنه اليوم أمريكا حتى في ظل القرارات التي اتخذت التعامل بالعملات المحلية. كلام جدا سليم. هسه اليوم روسيا أوجحها بحارمها من الدولار، وجحت ما استطاعت. قد كم كان بوتين ذكي، ذكي جدا، رجل تربات المخابرات ورجل ضليع جدا، وأوجع الشركات الاستثمارية بال 2014 في مالة القرم حينما نزل الأسهم وبعدين اشترى ورجع البترول الروسي إلى الحكومة الروسية واشتراه في لعبة معروفة استعملت بالحرب العالمية الثانية. لكن هل استطاع الصين بعظمتها وبتبادلها التجاري العملاق؟ لا زالت لا تستطيع الخروج. خلي نكون منظومين. شوف كما ينادون، نكمل بعد ان اطلع على راي وانا تدخل بالواقع العراقي. عفوا انا ارجع له بعون الله. استاذ حسام، هناك تعاملات تعرف انت، الدول خو لا بد من تعامل تجاري بعضها مع البعض الاخر. هناك تعاملات عراقيه سليمه فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الجمهورية الإسلامية أو مع لبنان أو مع سوريا، حالها حال كل دول العالم. ليش لما تستلزم القضية تحويل الدولار إلى الجمهورية الإسلامية أو إلى لبنان أو إلى سوريا تسمى هذه العملية بالتلاعب بالدولار أو التهريب أو تهريب الدولار؟ سؤال جميل. طبعا الاستغلال السياسي في كل سلوك أمريكي واضح، حتى في القضايا البشرية، قضايا الطبية. هي نفسها إيران نفسها تعاني من تهريب العملة، تعاني من تهريب العملة بأيدي أجنبية. يعني لزموا أجهزة مخابرات بالسليمانية وبأذربيجان يديرون عمليات شراء الدولار وفراغة من إيران.
هاي قضية. قضية ثانية، الولايات المتحدة عندها تصور انه كل الشركات الإيرانية اللي تشتغل بالعراق وبسوريا وبلبنان هي جزء من المنظومة الأمنية الإيرانية، يعني الشركات هاي تدعمها الحرس، فهي ما تريد انه الدولار يوصل الى هاي الجهة اللي هي امريكا فرض عليها عقوبات. اضافة الى هذا هي الجنب الانسانية، هي مثلا امريكا تقول المواد الانسانية ما ممكن يعني مسموحة ما خاضعة للعقوبات، كل مواد طبية المواد الغذائية هاي ما خاضعة للعقوبات ممكن انه تشتغل. بس احنا شفنا خلاف ذلك طبعا من كورونا، يعني كورونا طبعا هي حتى ويا ايران. نعم. هسه ايران الاموال المجمدة مالتها بكوريا الجنوبية وبالعراق، امريكا تقول ما تقدر تتصرف به، انا راح اشتري لك ادوية، تريد ادوية انا اشتري لك، تريد علاجات عليه مثلا. القيد الدولار في هاي المنطقة الشرق الأوسط هو قيد سياسي مو اقتصادي، وقيد أمني، يعني أمريكا تتخوف أنه هذه العملة توصل بيد الجماعات اللي تدعمها إيران أو المحور المقاومة اللي احنا نسميه. لكن هذا ما يمنع أنه الناس تفكر في طرق للتخلص والتحايل على هاي العقوبات. أنا هسه على المستوى حقيقة الرسمي بعد إذنك، يعني على المستوى الرسمي هسه ربا لما تقول لي الناس، يعني ذهبنا الى الفاعل الاجتماعي طبعا. الحين احنا الان في اطار ما نتحدث به بالجانب الرسمي، الجانب الرسمي مقيد، يعني بعد اذنك الجانب الرسمي ان تبعات هذه الحرب على الاقتصاد الايراني جاي يدفع ثمنها المواطن العراقي. طب اقول لك هو على جميع المستويات المنطقه تدفع تبعات هذا الصراع على امريكا. نعم. مو بس على مستوى الاقتصادي، حتى على مستوى السياسي، على مستوى الأمني. يعني أنت هسه اليوم هي الملفات مترابطة. نعم. يعني الدولار مرتبط بالسياسة ومرتبط بالسلاح ومرتبط بالوضع الجيوسياسي للمنطقة. أنت حتى على مستوى الدفاع، أنت الدولة ما عندك صواريخ دفاع جوي مثلا، أو ما عندك طائرات حديثة، أو ما تقدر تتحرك في سمائك، يعني أنت دولة مسلوبة السيادة تقريبا. فالتحكم بيك تكون في جميع نقاطك الاقتصادية والسياسية، وطبعا ملف يأثر على ملف. لكن من تجي تحكي مثلا احتمال يعني صوتك ما ينسمع حقيقة، يعني أمريكا أولا هي مسيطرة على مجلس الأمن، مسيطرة على الرأي العام، ودائما تبررها في قضايا أنه هي لمكافحة الإرهاب، لمكافحة التطرف، أنه توفر لك نوع من الاستقرار السياسي، وأنه الميليشيات أو الفصائل هي اللي تتحكم بالاقتصاد، وهذا كله كذب. الغاية منها هو صراع سياسي واستهداف لدولة معينة. دكتور تستكمل ما قطعتك. نعم. أستكمل أنه أقول أمريكا مثل ما تفضل زميلي لديها أدوات كثيرة واللاعب الرئيسي في الاقتصاد العالمي. أمريكا لا تستطيع الصين مواجهتها مباشرة في الاقتصاد، الصين بعظمتها لا تستطيع مواجهتها، لديها أدوات كثيرة. لا يستطيع الجنيه الاسترليني أو الين أو أي عملة أخرى مواجهة الدولار الأمريكي. إذن كيف بالدينار العراقي؟ خلينا نرجع للواقعنا اليوم. أمريكا فرضت علينا قيود، تقول لك أنا طبعا بالمناسبة شعبنا شعب بسيط، شعب ممكن خداع من الإعلام، الكل يصيح الدولار يتهرب لإيران. صح. إيران مركز رابع بالتهريب الدولار، دولارنا يهرب إلى دبي وإلى تركيا وإلى مصر وإلى إيران وإلى لبنان وإلى سوريا وإلى روسيا، وإلى روسيا الآخر مرتبة. هذه حقيقة، هذا يعني أن إيران هي إحدى ضحايا بعد إذنك إحدى ضحايا التهريب. نعم. فيما يطلق على التعامل الرسمي خلي أشوف العراقي الإيراني. أنا هسه وضحت لك حقيقة الدولار. نعم. وقوة الدولار عالمي. نعم. أنا لا أخشى أحدا، أنا أتكلم. نعم. بعلمية وبمهنية. صحيح. اليوم أمريكا إيران شايلة الدعوة، لكن التهريب على قدم وساق. هي الدولة الرابعة المستفيدة بكمية الدولار المهرب. إذن مستفيدة؟ لا يعني يهرب لها الدولار. نعم. يهرب لها الدولار. نعم. من العراق. نعم. إحنا المتضررين. نعم. وين أقول دبي حاسبتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت عليها عقوبات في غسيل الأموال، وقالت صححين برامج وبرنامج التحويل في شهر الثالث المضى وانطهم مدة. لكن هناك وين أكو مفاوض ذكي، مفاوض قوي. لو كان العراق يمتلك مفاوض قوي يذهب إلى الفيدرالي الأمريكي، أولا يأخذ مهلة، اثنين يجب أن يضغط لغرض السماح للتعامل. ليش ماليزيا تتعامل مع إيران أتها سماح؟ ليش إحنا ما عندنا سماح؟ إحنا مو أخذنا مع العلم، إحنا أحوج من ماليزيا. ماليزيا بلد متطور يمكن أن يصنع. إحنا نعتمد على الغاز الإيراني، نعتمد على المواد الغذائية الإيرانية. أي زين. ثاني شيء عملية التبادل التجاري، وين يصير غسيل الأموال والتهريب بالتبادل التجاري الأكبر؟
عملية التبادل التجاري مع الجانب التركي أعلى من الجانب الإيراني. خلي هسه أنا مو دفاعا عن الجانب الإيراني، أنا لا أدافع إلا عن العراق، لكن أنا يجب أن أتكلم بحقائق. إيران جارة دولة صديقة، والكويت جارة دولة صديقة، وإحنا الحمد لله هذا الشعب يومية أرعن طالع أجلكم الله بالقنوات ومهيجة ويصيح ويهوسون وندبح ونصلخ. ماكو منطق. بلد يجب أن يستقر اجتماعيا وأن يستقر سياسيا وأن يستقر اقتصاديا وأن نعمل بمهنيا شخص. فاليوم الدينار أسوأ قرار في تاريخ العراق، وذبح الفقير وكسر أضلاع الفقراء، هو القرار الجائر الفائس الفاشل اللي أفشل حكومة حكمت العراق، اللي هي حكومة السيد الكاظمي، برفع سعر الدولار، لأنه كان قرار لم يدفع ضريبته إلا الفقراء حتى أغنياء العراق لحد الآن. لحد الآن حسام الحاج حسين، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الآخر الذي حمل عنوان تهريب الدولار الطابور الخامس من الإرهاب، الكاتب حسام الحاج حسين. تهريب الدولار الطابور الخامس من الإرهاب، للكاتب والمحلل السياسي حسام الحاج حسين. إن موضوع الدولار معركة وليس أزمة، فهو معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي، وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين. أن مجموعة المهربين والمضاربين واللصوص والفاسدين لا يقل أهمية عن الإرهابيين والتكفيريين، وتتعدد طرائق الاستحواذ على العملة الصعبة في عقول المهربين والفاسدين. البعض يقوم بتبييض الأموال وغسيلها من الداخل من خلال شراء العقارات والأراضي وبناء المولات وأماكن الترفيه التافهة، ما أدى إلى إشعال سوق العقارات أمام أنظار الحكومات الموقرة والمتعاقبة التي تحتاج إلى سنوات ضوئية لتستيقظ من غفلتها. كما أن عصابات الدولار تستخدم العملة الصعبة في تجارة المخدرات والسلاح وشراء الأراضي في مراكز المدن. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم. أستاذ حسام، يبدو واضحا أن كل المعطيات تفيد إلى أن كل المصائب التي يتعرض لها العراق تقف خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، إدخال داعش، أزمة الكهرباء، التلاعب بأسعار الدولار، التشجيع على الانحراف الأخلاقي والعقائدي، كل هذا يحمله العراقيين للولايات المتحدة الأمريكية. لسعتنا طبعا نتيجة طبيعية، أي دولة تتعرض إلى احتلال قبل دولة أخرى أولا ينتزع منها الهوية الحقيقية للدولة كدولة، واحد. اثنين، راح تقوى العناصر اللا دولة مثل رؤوس الأموال، الأحزاب اللي يمتلكون إمكانيات حتى السلاح المخدر، كل شيء كمفردة من مفردات الحفوظة الخلاقة التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية هي تحميها. تحميها ليش؟ لأنه كل ما أن تكون الضعيف هي راح تكون مسيطرة ويدها العليا. فهذا اللي أنتج خلال 20 سنة، أنتج المصادر ومراكز قوة اقتصادية بحيث ما تقدر تواجه اليوم. اليوم صار الاحتيال على الدولار وعلى يعني تهريب العملة وتهريب النفائس اللي كانت تمتلكها العراق على قدم وساق وبجميع الطرق، وبعضها يستعين حتى بالدولة، مثلا البنك المركزي بيع الدولار. يعني هذا في قضية يمكن يعني مو اختصاصي اقتصاد، لكنه ما اعتقد اكو دولة عندها اكو هيك يعني كدكتور انت يعني أبداً. اكو مزاد عملة انا ما سامع دولة تبيع دولار. بدعة علما للاحزاب حتى تستفيد وتستنزف هذا المال. إضافة إلى هذا بالنسبة للقطاع الخاص، القطاع الخاص يعني كتجار يفكرون، يعني أنا أعرف تاجر صديق يراد يشتري بترول كيماوي من إيران، قال لهم شلون أحول الفلوس؟ قال تحولها لتركيا، ومن تركيا هي تجينا. شوف يعني من تركيا الفلوس تروح لإيران، من الإمارات الفلوس تروح لإيران مباشرة دايركت، بس من العراق ما تروح. نعم زين. نعم وبعلم الأمريكان طبعا مناسب. يعني مثل ما قال دكتور صدق تعاون، يعني يعني بعض المختصين يقولون أن حركة الدولار في كل أنحاء العالم مسيطر عليها من قبل الأمريكان، أو على الأقل يعرفون أين ينتقل هذا الدولار. والمصارف اللي قال عليه الدكتور صحيح، أكو مصارف إماراتية 3. نعم. حتى الخزانة الأمريكية تفاوضت وياها لمدة سنتين. قالها أنتوا ليش تحولون الدولار لإيران؟ مو إحنا مسوين عقوبات عليهم؟ قال والله مشكلتكم. إحنا هذا يعني شو؟ فالتبادل التجاري بين مثلا الإمارات وإيران أكبر تبادل تجاري بالمنطقة، أكثر من العراق بثلاث أضعاف. وبالدولار طبعا يحولونهم. كذلك تركيا.
تجي تحولها تروح تلو. إذن قضية العراق قضية سياسية، أمريكا التاجر بيها تستفاد من عندها، هو لابتزاز الحكومة، لإضعاف الحكومة، لسلب السيادة أكثر وأكثر. إضافة إلى هذا فتح الشهية لدى عصابات التهريب، التهريب بالداخل وبالخارج. بالداخل مثل ما قلنا عبارة عن تبييض أموال أو غسيل أموال، يعني أنت من صار عندك مبلغ كبير أنت ما تؤمن بال... إحنا ما عندنا ثقافة بنكية بالمناسبة، يعني ما أعتقدك واحد هسه عنده دفتر الصكوك بالجيب. فشي يسوي؟ يروح يتوجه نحو شراء العقارات. لذلك تشوف الأسعار الجنونية اللي موجودة ببغداد ما موجودة حتى بول ستريت اللي هي أغلى مدينة بالعالم بأمريكا. ليش هذا كلها تبيض؟ المفروض الحكومة تتابع هذا الموضوع، تتابعها بالجدية حقيقة، النزاهة. يعني أنت ماكو موظف بالأمانة مشتري لبيت بثلاث مليارات، يعني هذا ما حد يقول لك توين منين جبته، يعني والله أنت عجب يعني. فهذا الوضع الأمريكي اللي انخلق بالعراق بعد 2003 ولحد اليوم هو اللي سوى عندنا ترهل بالفساد في كل مرافق الدولة، ومن ضمنها العملة العراقية هي اللي صار الضحية، واللي يدفع ثمن هذه التضحية هو المواطن الفقير. دكتور مهند، قبل قليل أشرت إلى أنه حضرتك مشخص الخلل وعندك الحلول. طبعا سياسات البنك المركزي يبدو عليها الاضطراب على ما يبدو، يعني هذا بحسب رؤيتنا القاصرة، ياخذ من يشوف باو على اسواق العمله، من يشوف الدولار يصعد ينطي دفقه دولار ضخمه لعلها تسهم في هذه المعادله الواضحه ان زياده العرض يؤدي الى قله الطلب، هذه على هذا الاساس. ولذلك مره في يوم من الايام ضخ ربع مليار دولار ليس لتغطيه فواتير رسميه او ما الى ذلك، انما كان العنوان هو لخفض سعر الدولار. طيب هذا ما أنتج شيء، ماكو حلول أخرى وأنت تحدثت عن الحلول؟ شوف أستاذ الحبيب، نعم، البنك المركزي العراقي اليوم جاي مارس دور ضعيف ومخجل. حينما يطلع يصرح يقول 90% 95% من الحوالات اللي حولها البنك المركزي رفضت، تناطق إعلامي، أنت مراقب، أنت محلل، أنت خبير اقتصادي، أنت بنك مركزي، انت بنك مركزي، يعني تعالوا ليش رفضت الحوالات؟ تعالوا اقعد بالفدرالي للتشخيص حاله حاله، اقعد مع الفدرالي الامريكي ما ياكلني انا اليوم دكتور مهند العماري، خلي يعطوني صلاحيه انا اروح، تعالوا الفدرالي الامريكي، انا ترى عندي التزامات، انا عندي شعب يتضور من الكهرباء ومن الجوع، ما استطيع، انا واقع بين مطرقه امريكا وبين سندان ايران. انا اليوم بين هالمطرقتين، انا طايح، أنا أريد حل، أنا أريد مصلحة أبناء شعبي، تعالوا أنا ترى ما ذهب مع الجانب الإيراني ولا أذهب معاكم، أنا بلد مستقل أريد أوفر لشعبي عيش كريم. التقصير شوفوا إحنا خلي نكون شجعان، لا ندب الأمور كلها في ساحة أمريكا وإيران وهذا اللي جاي يصير. طبعاً القادة السياسيين وصناع القرار السياسيين والحكومات المتعاقبة الفاشلة هي أوصلتنا لهذه النتيجة. زميلي قال إحنا شنو ما نقدر، شنو ياخذ الأربع خمسة تريليون ونطلع كفاله ونخلي يروح برا ويعود يبيع ويسددهم، شنو هذا؟ خو انا املاك اصادرها وانا اعلنها وابيعها. البنك المركزي اجراءاته هزيله. ثاني شيء، مافيا الفساد والكتل السياسيه المرتبطه بهذه المافيات هي جزء من هذا. ضعف اداره البنك المركزي اليوم، انا شنو اضخ؟ انا غير اعرف دولاري وين يروح. زين انت من حولت التاجر العراقي اجاك وقال لك والله تاجر عراقي شريف، ملايين من التجار العراقيين شريفين، ترى عمليه المشكله والهوسه ب 50 مليون دولار يوميا، هاي اللي تنزل بالسوق نقد اللي السوق الموازي. استاذي العزيز اكو فد معلومه شعبنا ما يدري بها، خلنا نوركم، يعني ولو انتم شعب واعي وذكي بس ما يهتم بهاي الامور، حاير بخبز. ترى الازمه الحقيقيه السوق الموازي كله 50 60 مليون دولار، بقي جت تروح حوالات. بس شلون تروح حوالات؟ البنك المركزي قال يا تجار العراق تعالوا انا احول لكم، قالوا والله سمعنا وضعه وتخلصنا، احنا بالخدمه. وايد تجار شرفاء، المواد جاي وجايب بها فاتوره، يلا راح البنك المركزي شهرين ثلاثة اشهر ويرجعوا له حوالتك رفضت، بضاعته نايمه بالصين وفلوسه نايمه بالبنك المركزي وهو ما رابح. فشطه وين راح؟ رجع النوب، رجع للسوق الموازي اللي صعد الدولار من 140 الى 160. هاي وحده. القضيه الاخرى المهمه جدا، معالجات البنك المركزي. اولا التامينات ما اخليها بالدولار، اقول له تعال جيب لي تامينات بالعراقي اصعد ارفع قيمه. الاثنين عمليه الضخ مو صحيحه، المواطن العراقي اريد انزل اضخ للموظفي الدوله ابيع له 2000 دولار لموظف، ليش هذا اعرفه؟ لان عنده كريدت كارد، عنده مثل ما قال زميلي عنده بطاقه، ال 2000 دولار وين راح يروحن؟ انا متبعهن، عندي سيرن الالكتروني ما اعطيه للسوق،
ما أعطيني بمزاد العملة وجوزي يهرب بالتريلات. فصدت البطاقة الائتمانية؟ البطاقة كل اليوم عندنا 6 مليون موظف عراقي. صحيح. البطاقة الائتمانية هذا مؤمن، هذا أعرف من أعطيه 2000 دولار أنا أعرف بين وين راح يروح. هذه أرجوك دعني أنتقل للأستاذ لأنه أوردها في مقاله. أستاذ حسام تقول بالمقال حضرتك أن استخدام البطاقات الائتمانية المصرفية في تهريب الدولار يعد تكتيكا جديدا صح لتهريب العملة الصعبة في حين يقترحها حل. أنت تقترح العكس من ذلك، يعني شلون لا 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 شلون تتم سيوضح وأعقب عليه أو أنا للتوضيح شلون تتم يعني تحويل هذا المكسب إلى يعني ضرر. شوف ال شرطة الجمارك أو الأجهزة الأمنية بالجمارك لاحظوا بالفترة الأخيرة تهريب عشرات مئات البطاقات الائتمانية اللي تعمل بها فلوس مبالغ. هاي المبالغ شوف أي قضية تستخدم بطريقة أكثر من حجمها يعتبر تهريب. يعني هسا أنا عندي كي كارت وعدي المبلغ بجيبي مثل ما قال الأستاذ، يعني هذا البنك يعرف هاي الألفين دولار راح الحسام مثلا والألفين راح المن، لكن من تنجمع البطايق مالتنا كلها وتلقاها عند واحد بالمطار جامع لفد 2000 وحدة هذا صار تهريب. هو كعملية سليمة ما بيها شيء موجودة، لكنه طريقة جمعها شلون جمعوهن ذني شلون خلوا هاي المبالغ كلها بيها وشو راح يصرفوها برا. مهم هنا التحايل. شوف التحايل حتى على القانون، يعني انت اليوم من تطلع من بطل مثل ذاك اليوم هاي واحدة شايلة ساعة بخمس ملايين دولار تهربها. العصابات التهريب صارت تتفنن بكل شيء يتحرك، كل شيء ممكن يستفاد منه للتهريب. احنا المشكلة ترى قضية مو قضية بس دولار فقط، لا المشكلة مشكلة التهريب وعقلية العصابات اللي تهرب. مبتكرة مو بس مبتكرة، يعني انت هسه قلت لك قضية الضمان والبطاقة هاي قضية سليمة وانا ايدها الدكتور يأيدني بها، لكنه طريقة تهريبهن يعني عندما يجمعوهن بهاي الاعداد الكميات يقول بالبداية احنا ما كنا منتبهين. يعني شوف واحد شايل فد 100 بطاقة 200 بطاقة، طبعا كل بطاقة عندها رقم سري مالها يروح يصرفها من برا يسحب الدولار بها. فبهاي الطريقة صارت بها نوع من التطرف. يعني شوفوا شايله فد 1000 قطعة فد 500 لزموهم بالمطارات يعني لا 4000 قطعة خلي داخل الجانب غياب العقوبة والمراقبة. البطاقة الكريدت كارد هذا اليوم نروح نطلع على ياك ياخذون بطاقة وطنية أحسن وياخذون بصمة ايد وبصمة عين جاي من لجنة 4000 بطاقة كريدت كارد فيها فلوس. خلينا نشوف المقال لا منين محولها منين محولها يا ابن مصدره غير عاقب البنك اللي صدر له هاي البطائق. ماكو لا الدكتور مهند العماري الاستاذ حسام الحاج حسين انتم ايضا ايها الاحبة تعالوا معي معنا لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان الدينار العراقي المسكين الكاتبة تبارك الراضي. الدينار العراقي المسكين للكاتبة والمحللة السياسية تبارك الراضي. وقعت السياسة النقدية بين سندان الاقتصاد العراقي الريعي الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيرادات الخارجية في تغطية الطلب الكلي على السلع والخدمات سواء كانت استهلاكية أم وسيطة أم إنتاجية، ما يشكل طلبا كبيرا على العملة الأجنبية لإشباع رغبة السوق من العملة لتمويل الاستيراد، إضافة إلى جعل السياسة النقدية عرضة للصدمات الخارجية بسبب تقلب أسعار النفط أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية. وبين مطرقة البنك الفيدرالي إذ إن كل أموال البلد التي يديرها البنك المركزي لمصلحة حكومة جمهورية العراق موجودة حاليا في البنك الفيدرالي الأمريكي. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم الكاتب والمحلل السياسي وعضو مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين الأستاذ حسام الحاج حسين، الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية الدكتور مهند العماري. مرحبا بكم دكتور مهند. سؤال عرضي لكنه أساسي، تروح للبنك المركزي العراقي المفروض السعر 1320، تروح كما أشرت للسوق الموازي تأخذه ب 1550، هذا الفارق بجيب من؟ هذا الفارق. وليش يحدث أصلا هذا الفارق؟ هذا الفارق اللي الكل يعرفه بجيوب الفاسدين والمنتفعين والمافيات التي مرتبطة بجزء أساسي من سياسة الدولة ومن صناع القرار ومن الكتل السياسية.
لذلك اليوم احنا لو نكون شجعان ونسولف على مود يشخص الخطا لو ذيك الساعه نختفي ونقعد وننزل ونسكت. لا، اولا هاي العمليه يوميا تكلف العراق 5 مليار دينار عراقي. ما انا انت ما تشوف هذا الحكي بيه شويه مجازفه؟ يعني ان تناط هذه التهمه ب ياخت مثلا صناع القرار والسياسيين. انا بعد اذنك يعني نعم. بس اكمل يعني. اقول لعله هذا جزء من الاهداف اللي تريد تحققها الولايات المتحده الامريكيه، تشكيك الناس بالقاده السياسيين والفعاليات السياسيه، في حين انها رعت بعض الاسماء اللي كلتنا اطلعنا عليها وان كانت ترتبط باسماء سياسيه، لكن حتى هذه الاسماء السياسيه مشخصه. فاناطه هذه اعتقد والله شوف هذا كلام سليم، لكن الغفل عن الشيء لا يعفي. اليوم الحاكم من يقول والله انا ما ادري الوزير فلان تصرف لا يعفي. لذلك انا كلش احترم السيد السوداني جدا واحسن به الظن واعز هذا الرجل جدا، وابو مصطفى خوش يزلمه لكن واناجده منها من قناتكم. اقول له ابو مصطفى قضيه الدولار والاسواق جلدت المواطن والخدمات، دني ملفين اهم ملفين عندنا في العراق. لذلك اليوم انا من تقول لي انه هذا ما يعاقب وهذا ما يحاسب وهذا تابع لفلان، اكو ادوات. انت ليش تجيب السيء؟ ليش انت يوميا مكتشفين واحد؟ هسه احنا الوزارات محاصصه لو ما محاصصه طبعا الشعب هسه كله صايح على السيد السوداني. يا سيد خلينا نحكيها باللهجه العامه عذرا يعني مقام عادل الرجل، يا اريد من محمد السوداني ينزل لنا الدولار، اريد من محمد الشاع يسوي لنا التبليط. محمد الشاع السوداني هل الوزاره مالته هو جابها؟ قطعا لا. خلينا نكون صادقين. سنه واكراد وشيعه واقليات كلها مشتركه في الحكومه. وزير ما يقدر، مدير عام بالانبار طلع اقامه القيامه، صح لو لا؟ خلينا نكون بهالشكل. هذا احنا اليوم وكل وزير بوزارته هو رئيس وزراء، الرجل جاي يحاول وجاي يجاهد وجاي يعمل. اذا ما تتضافر الجهود متى يبلغ البنيان اشده انت كنت تبني وغيرك يهدم. المعاول جاي تاكل بالاقتصاد العراقي، فشي رادي رادي كل تتضافر وقفه حقيقيه. يمتى احمل مسؤوليه؟ احمل مسؤوليه من انطي صلاحيات مطلقه. أنا شنو دولار بهالسعر وين يروح؟ 5 مليار دولار يوميا، سنويا نخسر 2 مليار دولار سنويا، احنا نخسر 2 مليار دولار رقم 2 مليار دولار ميزانية الدولة. اكو دول ميزانيتها 5 و6 مليار دولار، 2 مليار دولار اقدر اسوي بها البنى التحتية مال 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 نص محافظاتنا من بغداد وانت رايح. احنا بس 1 مليار دولار بس بالعراق نلفظها بسهولة. والله مو بدنا نسافر ونروح، والله 100 ألف دولار لها فت قيمه ويحسبوا لها 1000 حساب، ومنين اجت 10,000 دولار، 10,000 دولار لها قيمه. احنا من قد الفساد والصفقات والهذا صار المليار سهل. كل زين انت يا بنك مركزي من تبيع متى تراقب هاي الاموال وين تروح؟ زين انت ليش ما توزع الدولار بالمصارف الحكوميه؟ هل معقوله اني ابني ما انطي فلوس انطيها لابن الجيران؟ يعني خلينا نحكيها باللهجه الشعبيه. صح، انا مصرف الحكومه الرافدين والرشيد وهذه كلها مصارف رصينه ومحترمه، ليش ما انطي دولار واوسع منافذ وهذا حتى الارباح مالته راح ترجع لي وترجع لي شعب، واخليه هو يحول على مود اضمن عمليات تحويله لا الفدرالي الامريكي ولا غيره. بعبع الفدرالي الامريكي امي اقعد وياه الفدرالي الامريكي ايش يقول لك؟ يقول لك دولارك ما رديت يتهرب، تقول له بعيني تعال عدي استثناءات واشتغل وياك واطبق مواصفاتك بس بنفس الوقت تكون جاد وياي صادق، تصدق وياي تعامل وياك، ما تصدق وياي ما تعامل وياك. عندنا ادوات سياسيه قويه، احنا بلد منتج للطاقه، نستطيع ان نهز العالم. تقدر تعترض عليه وتقول له ما تعامل نعم وياك؟ نعم نقدر. شوف طيب ما هي عائدات البترول تروح مباشره للبترول الامريكي؟ خليني اقول لك قضيه. البترول انا البترول اليوم بيدي لو مو بيدي، كاتب بيدي لو مو بيدي، انا ذيك الساعه اذا طبقت المعايير ولم يلتزم وياك ما 5 مليون برميل او 4 مليون برميل، اذا اقطع اسبوع برميل النفط يوصل 400 دولار. هيش السياسة. هيش السياسة. يعني لا 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 بكلام لا لا هي واحدة من أدوات الضغط. أنا اليوم من أدوات الضغط، يعني أنا هسه لعد باقي أنا يوميا أخسر 5 مليار دينار عراقي من مزاد العملة، لا أقدر أحول وضعي. ثاني شيء قيمة الدينار العراقي بعد ما حد يحترمها، راح يصير كساد بالسوق العراقي. بنوب الدينار من تنضرب قيمته نقول ما نزق. دكتور يقترح حلا مدخرات الشعب كلها بالدولار لعله لا مو ثورية لا لا حل علمي، أروح أتفاوض وأصل إلى نتيجة. هذا التهديد آخر الأساليب. أنت تقولي ما يوصل، لا نوصل للنتيجة. والله لو عندنا مفاوض بارع والله نوصل نتيجة، بس حتى مفاوضين ما يروح، يروح يفتر ويطقطق صور ويجي. لا تخلونا نفتر. حسام، الحكومة العراقية اتخذت إجراءات كان يعني تحت عنوان الردع، إجراءات رادعة صح، لكن استمرار المشكلة يعني فيما يعني أن هذه الإجراءات غير صحيحة ولأنها لم تقدم حلا. شوف أنا راح شنو اللي ينقص هذه الإجراءات حتى تكون رادعة بشكل حقيقي؟ راح أقول لك. أنا أعيد الدكتور لكن بجانب السياسي الاقتصادي، يعني اختصاصي علوم سياسية. نعم هو أنا حقيقة جمع بين الاثنين. سبب المأساة اللي موجود
ما تتحملها لا إيران ولا أمريكا ولا هذا الوضع، يتحمل النظام السياسي الفاشل. لذلك كل الحلول اللي تقدمها في ظل هذا النظام السياسي الفاشل هي فاشلة. حتى تفاوضك مع الأمريكيين، بما أنت ما عندك حكومة قوية ذات سيادة، تفاوضك بين الأمريكيين راح يكون فاشل. لذلك في يوم من الأيام السيد السيستاني الله يحفظه، في أحد الأخوة يقول اقترح، قال أنتوا لا تضربون صواريخ وقنابل على الأمريكان والطلم، سووا حكومة قوية رصينة نظيفة وتفاوضوا الأمريكان وطلعوهم، املوا شروطكم عمل الأمريكان. شو وقت؟ عندما تكونون دولة حقيقية بمعنى الدولة. يعني هسه اليوم المراقب الأمريكي، هسه خلي أنا أصير بدال الفيدرالي الأمريكي، يجوز أسوي أنقص من هذا صراحة، لأن يعني بلد سايب. شنو نافذة بنك المركزي؟ أنا هسه سألت الدكتور وتأكدت أنه أنا دورت، لأنه ماكو هيج نافذة بالعالم كله، ماكو دولة تبيع دولارها بهاي الطريقة. والمن قال طبعا، أكو تقرير قريته ذاك اليوم بصحيفة الواشنطن بوست، تقول 15 مصرف بالعراق هو اللي مسيطر على الدولار، البنك المركزي يبيع الهاي ال 15 مصرف، وهاي ال 15 مصرف محاصصة، مثلا 7 للشيعة، 4 للكرد، و4 للسنة، وشخصيتين قريبين مثلا من السفارة الأمريكية أو قريبين من الإمارات، وهكذا. يعني تصور حتى الدول العربية عندها مصارف بغطاء عراقي موجود يشتغل هنا داخل العراق. إذن القضية وين؟ القضية أنه أنت عندك نظام سياسي فاشل مترهل، لذلك ما تقدر ترجع هاي الأمور ولا تقدر تعالج هاي القضايا، لا مع البنك الفيدرالي الأمريكي ولا مع الإيرانيين ولا مع الخليجيين ولا مع الأتراك. لذلك إذا تبدأ نقطة حقيقية صحيحة تعدل الوضع السياسي بالعراق، عند ذلك تقدر السيطرة على الملفات الاقتصادية والأمنية بكل سهولة. دكتور مهند، العراق حكومتين وشعبين كله يقول افتحوا باب الاستثمار للمستثمر الأجنبي، وهو حل حقيقي للنهوض بعمران البلد بتقديم الخدمات وبغيره من هذه الفعاليات المهمة للعراقيين. طيب، صعود الدولار وانخفاضه، يعني إذا يجي مستثمر أجنبي يتعاقد لبناء مثلا مجمعات سكنية، يتعاقد في ظل سعر 100 دولار مثلا لطن الاسمنت، 120 ألف دينار سعر طن الاسمنت، إذا يدخل للعراق ويصعد الدولار، هذا طن الاسمنت راح يصير ب 160 ألف، فهذا يولد قلق لدى المستثمر الأجنبي الداخل للعراق. طيب شلون أحل هذه؟ يعني أنا من جهة أدعو لفتح الباب للاستثمارات، ومن جهة ربما أعرضه للخسائر، بالتالي ما راح يتشجع على الدخول في سوق الاستثمار العراقي. واحدة من أسوأ الأمور في الاقتصاد هو عدم الاستقرار. الشيء القاتل لكل شيء ولكل استثمار. يعني هسه حتى التضخم مو قدر أن يحسن حصه يتحول إلى تضخم إيجابي. هسه بعض الدول بيها تضخم بس حولوا له تضخم إيجابي. عندهم استقرار، عندهم ثبات بالأسواق، عندهم أشوف فترات طويلة والأسعار محافظين عليها. إحنا مشكلتنا وين؟ هناك متلاعبي الدولار، نمنا بالليل الدولار ب 140، قعدنا الصبح الدولار ب 151. أنتم لاحظين أنه ظل تجار الدولار يعرفون يمتى يشترون يمتى يبيعون؟ نعم بالضبط. عندهم ارتباط، تذكرون بالقرار الأسود برفع سعر الدولار قبل أسبوع، بدأوا يلمون الدولار من السوق وصعد من 120 لل 132، وإحنا صافنين دول شنو الجاي يصير؟ ظل الشركات من أقول لك مرتبطين في جهات سياسية. أنا لا أتجنى، أنا ما عندي مشكلة أجهة سياسية، بالعكس أغلبية الجهات السياسية هم أخوة ورفاق دارب وعندنا تواصل وياهم وعندنا، لكن لا ضير أن ننتقل سياساتهم وأدواتهم في بناء العراق وفي العمل للعراق. لذلك أنا وين أقول، خلي أختصر لك، إنه أنا تعبتك اليوم على تجيب استفاضة يعني اليوم أنا أقول إنه إحنا إذا ما صار عندنا ثبات وتشجيع حتى الاستثمار، يا استثمار إحنا ما جاي نعطي استثمار، إحنا جاي نعطي عمولات وجاي نعطي شنو استثمار؟ شنو أنطي مجمع سكني أنطي داخل بغداد؟ ماكو شو منطق أنطي بأحسن منطق في بغداد وخليه بيع الشقة ب 600 مليون، لا محدد الشقة ولا منطي أرض آني ولا مخليه مثل بسماية حي لي مكان، يا المعمل أجيبه وأنطي في أماكن ما تصلح بغداد توسعت. أنا يجب أن أحيي أماكن بالاستثمار، استثمار إلى ثوابت إلى شروط، يجب إعطاء الاستثمار بشرطه وشروطه.
ماكو هيجي استثمار بكل دول العالم. استثمار يجب اولا ان افكر في حمايه المواطن العراقي وثروات المواطن العراقي. انت تريد الاستثمار؟ اي نعم. لكن ما مهيئ له؟ يعني هذا قضيه القلق، انت اشرت الى القلق وعدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي، هو من اهم العوامل التي يعني ربما تمنع المستثمر من الاقدام على استثمار امواله. والبيروقراطيه وعدم الانضباط والفساد والكوميشنات والعمولات. ما يتعلق بالمال، يقولون ان راس المال جبان. نعم. زين اذا جيب اذا تجيب انت وتخليه تحت رحم ذاك واربع وسنتين ثلاثه ويدوم عندك كذا مليون دولار، يا راح يجيك ما راح يجيك ما راح يشتغل. الشركات العالميه ما تشتغل. الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ فؤاد حسام الحاج حسين، المحلل الاقتصادي والمختص في مجال الاقتصاد والمال الدكتور مهند العماري، شكرا لكما، كنتما ضيفين كريمين. ايها الاحبه، كتب معد البرنامج الخاتمة التالية: يكمن الحل في الاستقلال الاقتصادي والتخلص من الوضع الشاذ الذي يضع أموالنا تحت الإدارة المالية للفدرالي الأمريكي، خصوصا أن البنك المركزي العراقي يمتلك احتياطا ماليا وسبائك ذهب قرابة 91 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط المصدر، وهو ما قد يساعد بإقناع الجانب الأمريكي بوجود احتياطي نقدي يسمح للبنك ببيع العملة الأجنبية بشكل مريح دون حصول خلل بمعادل ميزان المدفوعات ما بين العملة المحلية والعملة الأجنبية. شكرا، إلى لقاء قادم. شكرا حبيب. كنت رائعا. شكرا الله لك. يحفظكم. كنتم ضيوف أعزاء.